السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. واليوم عندنا لعبة زلمي يغرس قيم الزلومية، أو بمعنى أصح لعبة خليك رجال. يب، لعبة خليك رجال. اللعبة هذه طورها مطور عربي اسمه DMG4 أو أنس، رابط قناته تحت بالدسكريبشن، صراحة يوتيوبر جدا رهيب وجدا خرافي، وهو نفسه مطور لعبة الزلمي ضائع في الفضاء اللي ضربت ترند كبير في فترة ما، وأنا ما لعبتها لأنها ما كانت على الجوال. فيا المهم، كطبع أول عن اللعبة إنه اللعبة ما مغطية الشاشة بالكامل، يعني شاشتي يعني طويلة نوعا ما، فما تقدر تغطي المساحة كلها. في عندي أطراف هنا حواف سوداء على فلا هنا في الشاشة عندي، فايا لكن هذا ما حيأثر. المهم خلينا نبدأ اللعبة الحين. لا تنسوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس لأن الشيء جدا مهم، وكمان لا تنسوا القناة لأصدقائكم وأصدقاء أصدقائكم أنتم عارفين، وكمان لا تنسوا على الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وكمان لا تنسوا لإخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائهم يا رب. وبس ما نعطي عليكم أكثر مقدمة، خليكم مع الفيديو. اوكي بدأنا. انت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبه لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلوميه بالمجتمع. نعم. مهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمي، وما حدا فيه يتقن دور الزلمي الا الزلمي. راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيما اذا كنت بالفعل زلمي او لا. تفضل. يا سلام، اختبار يا ابويا، انت الزلمي ونص، يا احسن زلمي على الاطلاق. واو ما شاء الله يا ابويا. اللعبه يعني كذا من النظره الاولى اللعبه جدا خرافيه، الا التحكم يعني شكله شويه بايخ، لكن معليش يعني عن اجواء اللعبه وعن الجرافيكس، والجرافيكس يعني ما هو كل شيء يعني، لكن مهم. عندنا هنا شاشه جميله زي كذا، جامعه الزلم الخاصه، شهاده ماجستير في علوم الزلوميه، تقدم الى الزلم الفانت ارزون الذي كان معدله 200%. يا ساتر، اللهم بارك، اللهم لا حسد. اوكي عندنا هنا كمان بي سي. شوف كيف قاعد يشوف فيه. وين في استرق على ما اتوقع؟ شايف استرق انه البيرتو. نعم انطونيو، انت بتعرف ان انا ما كنت صمدت كل هالطريق لو شيء واحد بس. ايه البيرتو، بعرف قوه الصدى اللي بين الشاورما. الشاورما البيرتو، بس هلا صار لازم تموت. كلماتك الأخيرة ألبيرتو. كنت متوقع. What is this? What the? أي إستر أكيدير يا ساتر. المهم انحرفنا عن الغاية الأساسية، خلينا نبدأ. اضغط إي للبدء الاختبار. عندنا إي. هل أنت زلمي؟ أكيد نعم. هل تظن عن جدك أنك زلمي؟ نعم، لو أنا مش زلمي ما كنت حملت اللعبة أصلا. يا السلام على اللهجة الأردنية. المهم، هل هنالك احتمال ولو 1% انك لست زلمي؟ اكيد انا زلمي. لا 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 لا، اشتغطنا. هل تظن ان الزلمي يجب ان يدخل ليكون زلمي؟ اكيد لا. يعني لو لم تكن زلمي هل ستكون امنيتك ان تكون زلمي؟ اي نعم، حتمنى اني اكون زلمي. خليني اسلم. واو ممكن. بصراحة انا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر ان دور بطل فيلم زلمي يزرع قيم الزلومية صار لك. اسمح حاليا راح نبدا باول مشهد. المشهد اسمه الصبر. اول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف اني ما عطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى انت زلمي. يب انا زلمي. يا سلام، شوف المرايا بالله. واو موديل كثير متعوب عليه، تخيل. واو ما شاء الله، كسر يسوي لك مغسله. اظن حتى في كرسي الحمام نفس الشيء، صح؟ الله يكرمكم يعني. يب نفس الشيء. المهم، خرج الزلمي من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ. وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. واو يا ساتر، انتظر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي يعني، ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمي كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له. فالصبر صفة زلومية بحت، فانتظر الزلمي ثم انتظر. واو
ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر. أنا منتظر. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي زلمي زلمي. What is this؟ حالياً بدنا نصور المشهد اللي بعده واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. أوكي. ترى عيال اللعبة جدا خرافية لحد في أحد الأيام كان الزلمي يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال Oh my god. وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. فتح بدالية وترحيل أتربة. What is this؟ أوكي. إيش هذا؟ وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمي ابن زلمي قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. أنا زلمي ابن زلمي. يا ساتر يا أبوي. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي زلمي زلمي. تعال أكثر شيء رح تغرس في قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين كان عليه اختيار أحدهما إما العلم أو المال. ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. يب. ترى يا الأحداث قاعدة تصير بشكل سريع جدا وما لحقت حتى أتكلم. خيرك بين باب العلم وباب المال. أكيد باب العلم، لأنه لو أحصل على العلم حأحصل على المال، حأعرف كيف أحصل على المال. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي زلمي زلمي. يا السلام عليك. اجهز بسرعة، هلأ في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمي يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الظلمية التي فيه دفعته لأن يتفت. اجهز بسرعة، هلأ في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الظلمية التي فيه دفعته. اجهز بسرعة، هلأ في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الظلمية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمي زلمي زلمي. يا السلام. اسمع منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلومية عن. أوكي. لازم قرب يخلص الوقت. المشكلة انه مدة الجيم جام 3 ايام بس، تحس انه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي ام جي فريك براون اون ذا بيت. وبس على دار يوتيوب اسمه دي ام جي 4 للقاء. وات هذه اللعبة؟ خراج انا ممتاز انا ممتاز انا اوت انا ممتاز يا صوتية انا اسمه تصميم انا ووووت ثاني احسن واحد انا افكار انا كتابة انا تأليف انا رسام انا انا تأليف انا تخطيط انا احسن واحد انا شخصيات انا اسطورة انا وات از ذس ممتاز الى فلوس انا زي الفاصلي انا علم الزلومية وات What is this? Gallica. Whoa. لا 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 شيء خرافي صراحة. يعني أهنيك على العمل الأسطوري هذا، والله العظيم اللعبة صراحة جدا خرافي، مع إني آخر واحد يجربها، لكن اللعبة جدا رهيبة والله العظيم بدون أي مبالغة قسما بالله. What is this? اوكي ملاحظة اللعبة تحتوي على العديد من الاسرار، فيها اسرار كثيرة، قال لك فيها اسرار كثيرة. اوكي وي لو نجرب اننا نخسر ايش فيه في ال وي اظن، لكن اول شغلة اعتقد انه في استرق صراحة شفته
لما تعلي الموسيقى يكتب لك هنا استغفر الله. يا ساتر يا ساتر على الروعة. اوكي خلينا نكتشف الايستر ايجز، وفي حالة ما اذا يعني فشلنا في الاختبار خلينا. اخي انت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه، طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلومية بالمجتمع. أوكي. ومهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة الا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيما اذا كنت خلاص بالفعل زلمة او لا. تفضل. اوكي وي هذه ما كانت موجودة من قبل صح؟ يب كتاب علم الزلومية. ويش هذا؟ ايش ذا؟ ما ادري صراحة ايش ذا. اوكي هذا البيرتو نفس الفيلم. نعم انطونيو، انت بتعرف اني انا ما كنت صمدت كل هالطريق لو لشي واحد بس. ايه البيرتو بعرف قوة الصداء اللي بين الشاورما. الشاورما البيرتو، بس هلا صار لازم تموت. وات؟ كلماتك الأخيرة البيرتو. كنت متوقع. وات از ذس؟ اوكي اول شيء لازم تجربه، لو جاوبنا غلط على الاختبار هل انت زلمي، لو اسلم ورقه فاضيه. واو بصراحه انا متفاجئ كثير من النتيجه اللي قدامي. فيك تعتبر ان دور بطل فيلم زلمي يزرع قيم الزلوميه صار لك. اسمع حاليا راح نبدا باول مشهد، المشهد اسمه الصبر. اول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك. أوكي. وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف اني ما اعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى انت زلمي. خرج الزلمي من الحمام باكثر شكل زلومي شهده التاريخ. اوكي خلاص خلاص. وبعد ذلك بدا بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفه معينه موجوده في نهايه الممر. وعندما دخل لها لاحظ ان الغرفه كانت فارغه الا شوي يعني. ففي وسط تلك الغرفه كان هنالك زر مكتوب عليه كلمه انتظر. وبما انه زلمي كان الصبر امرا سهلا بالنسبه له، فالصبر صفه زلوميه بحت. فانتظر الزلمي ثم انتظر. لن انتظر. شو تعمل يا زلمي؟ ما نزلني. اسمع حاليا راح نبدا باول مشهد. لا يا زلمه اسمه بالنسبه له فالصبر صفه زلوميه بحت. فانتظر الزلمه ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر. يا سلام. وبهذا يكون الزلمي اثبت انه زلمي زلمي زلمي. يا سلام. اوكي بنجرب ندخل على ذكر المكان. لا للفضول بما لا يغني العقول، خليك جاهز. في احد الايام كان الزلمي يتمشى في احد الازقه بطريقه يمكن وصفها بانه لو راه رجل عادي لقال او ماي جاد، وذلك فقط بسبب كميه الزلوميه التي تشرشر منه. يب. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمي ابن زلمي قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. إيش هذا؟ واحد اثنين ثلاثة نشيل الزلمي ابدأ. هل شاهدتم زلمي في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمي عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمي يكذب يسرق يشهد زورا يمكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ زلمي 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 رايح وزلمي جاي، زلمي ذا تالي بين قطعن ضباع، زلمي رايح وزلمي جاي، زلمي ذا تالي بين قطعن ضباع. هل شاهدتم زلمي في البرار ياكل اخا؟ هل شاهدتم يوما زلمي عض يدا ترعى؟ هل شاهدتم زلمي يكذب يسرق ويشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ شو عم تعمل هون؟ والله العظيم. بدنا نصور المشهد اللي بعده واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. في احد لا 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 والله العظيم يعني اللعبه خرافيه قسما بالله، يعني اللعبه اسطوريه. او ماي جاد، وذلك فقط بسبب كميه الزلوميه التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لا والله أظن أنه أسطوري الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمي ابن زلمي قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. لا أنا حتى الآن مصدوم.
قسما بالله يا انه اللعبه خرافي، والله العظيم يا انه اللعبه اسطوريه. يكون الزلمه اثبت انه زلمي. المشهد هذا راح نغرس فيه قيمه الحكمه. حاول تدبر الاداء عندك. خير الزلمه بين خيارين، كان عليه اختيار واحدهما، اما العلم او المال، ولكن هذا الخيار امر بديهي وسهل جدا بالنسبه لاي زلمه، فلذلك ذهب مباشره نحو باب العلم، باب المال. لو نجرب يعني. قاعد يوخر ببقى اوكي والله نايس قسما بالله. لا 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 والله العظيم يا اني ماني شايف، قلت لكم ماني شايف اللعبه بنسبه 100%، شايف بس اول مشهد بس شايفه في اليوتيوب، وشايف الايسترك حق البي سي والايسترك حق لما تعلي الموسيقى يكتب لك استغفر الله، لكن الاشياء الباقيه والله العظيم من يا اني ماني شايفها، والله العظيم يا انه جتني الصدمه. لا لا والله العظيم يعني لعبة خرافية. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي. يا ساتر جهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك. أوكي هذا وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة، هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. أوكي. وفي يوم من الأيام زلمي. وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي. لك شو هذا يا زلمي؟ أقولها لك بالأردنية. يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلمية عن. أوكي. أوه لحظة. قرب يخلص الوقت. المشكلة إنه مدة الجيم جام 3 أيام بس. أوكي. حس إنه لازم يكون اسمه زنقة. جيم جام. بس كان معكم دي إم جي فريك عند البيت وبس. أنا ده اليوتيوب اسمه دي إم جي 4. أوكي. نايس والله العظيم نايس. لا 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 مستحيل مستحيل قسما بالله مستحيل. اللعبة خرافية والله العظيم، يعني انه اللعبة اسطورية، ما شفت في حياتي اللعبة زي كذا ابدا. لا 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 والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا اهنيك اهنيك وهنيك على العمل الاسطوري هذا يا دي ام جي 4 او انس. صراحة هو جدا خرافي والله العظيم، لعبتك خرافية وانت خرافي وانت اسطوري يا اخي. يا ايش اقدر اقول، ما اقدر حتى اعبر بالكلمات والله العظيم. يا الله لا 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 انا اكثر شيء ضحكني حق نشيد الزلومية هذاك، حق قال جاهدتم زلمة. يا سلام قسما بالله، امانة يا انك افضل مدرسات. اوكي خلاص، خليني حتى اتمالك اعصابي شويه وبعدين ارجع لكم. اوكي من كثر الصدمه ما اقدر اني اكمل. A few moments later. اوكي رجعت لكم بعد ما تمالكت اعصابي من كثر الصدمه من كثر الانبهار باللعبه الخرافي. المهم كذا نكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم، لا تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا في القناة وتفعل الزر لأنه شيء جدا مهم، وكمان رابط قناة المطور الأسطوري هذا تحت في الديسكريبشن. يعني هو صحيح انه قناته اكبر من قناتي بألف مرة يعني، لكن ايش نقول يعني ايش نقول كذا يعني واجب وخلاص. نايس. وكمان لا تنسوا تصلوا على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. وكمان لا تشدد إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائهم اليهود يا رب. وبس كمعكم الياس، يلا سلام. زلمي زلمي
زلمي رايح وزلمي جاي، زلمي ده تلي بين قضاء ضباع، زلمي رايح وزلمي